متابعينا أينما كنتم ورحبوا بكم في الموجز الإخباري لصبيحة اليوم. بداية، أقرت الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضائي الجزائر أمس أن المداولة في طلب وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لملف كريم طابو سيكون غدا حسب ما صرحت به المحامية عائشة زميت. في خبر آخر، قرر المجلس الشعبي البلدي لبلدية مستغانم أمس غلق مصلحة الحالة المدنية بمقر البلدية بعد الاشتباه في تسجيل حالات محتملة للإصابة بفيروس كورونا. هذا وقد تم تسجيل 336 حالة جديدة بوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، كما تم تسجيل 7 وفيات جدد خلال نفس الفترة. خلال زيارته الرسمية إلى ولاية تندوف، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن الأشخاص الذين يحرضون على الخروج للشارع دون كمامات وعدم تطبيق واحترام إجراءات الوقاية يحملون خلفيات سياسية وغرضهم إثارة الفوضى في البلاد. في أخبار الاقتصاد، جددت شركة سوناتراك 3 عقود غازية مع الشركة الإيطالي إيني، وذلك إلى غاية عام 2049، كما وقعت أيضا مذكرة مع الشركة الإيطالية بخصوص الاستثمار المشترك واستكشاف المحروقات في الجزائر. في الأخبار المغاربية، تظاهر عشرات والآلاف أمس ثلاثاء في مدن سودانية على غرار الخرطوم وأمدرمان مطالبين بتوسيع الحكم المدني في عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي. في أخبار الرياضة، أعلن الاتحاد والإفريقي لكرة القدم بقرار من اللجنة التنفيذية تأجيل كأس أمم إفريقيا المقبلة والتي كانت مقررة في شهر جانفي من سنة 2021 بالكاميرون، كما تقرر أيضا تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين إلى غاية جانفي المقبل. بهذا الخبر أطوي معكم أخبار الصبيحة لنهار اليوم، ألقاكم في مواعيد لاحقة. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني radioam.info. إلى اللقاء.